اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم طاقم التحكيم لمباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري لسه نازل دلوقتي. كابتن محمود البنا حكما للساحه، كابتن احمد توفيق طلب حكم مساعد اول، كابتن اسامه عبد اللطيف حكم مساعد ثاني، كابتن مصطفى عثمان حكم رابع، كابتن محمد عباس حكم فار، كابتن سامي هلهل حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم اللي هيكون متواجد غدا ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد السكندري. احنا هنا ما بنتكلم بس محليا، انا قلت عشان لسه تشكيل الحكام طاقم التحكيم نازل فقلت اقوله لحضراتكم. يعني برضو خليني ابدا بك يا ايهاب ونتائج مباراه دور الثمانيه، هل جاء فيها اي شيء مفاجأة من وجهة نظرك؟ مفاجأتين كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا البرازيل. البرازيل مفاجأة كبيرة انها حطوا لنا النتائج يا شباب على الشاشة، انها تودع المونديال بالهزيمة بركلات ترجيح قدام منتخب كرواتيا. مباراة كانت سهلة جدا على المنتخب البرازيلي، يعني مش هقول جدا بس كانت سهلة وفي المتناول، ولكن البرازيل كالعادة يا كابتن فيهم عيب كبير جدا، التعالي على الكورة. سلسلة كوكبة من المهارات والنجوم، المنتخب ده لو لعب كوره وبذل جهده والكره لا تعطي الا لمن يستحق. صحيح، هم تعالوا جدا على الكوره وكان الماتش، وشوف اللعب اللي كانوا بيلعبوه، عندهم ثقه كبيره جدا انهم هيكسبوا. عندهم ثقه من قبل ما يلعبوا بطوله، البطوله دي بتاعتهم. صحيح، منتخب البرازيل المرشح الاول وبيلعبوا كل مباراه انهم هيكسبوا، فكان النتيجه في النهايه انهم ودعوا المونديال، وكان منتخب الصابغين كلهم صبغوا ابيض. حلوه دي كرواتيا طبعا وفوزها على البرازيل 4-2 في بركلات الترجيح، وهولندا وايضا خسارتها من الارجنتين 4-3 بركلات الترجيح، والمغرب والفوز التاريخي على المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، ثم فرنسا وفوز تاريخي ايضا على المنتخب الانجليزي. ده مباراه طبعا مفاجاه بالنسبه لي. المفاجاه الثانيه طبعا منتخب المغرب طبعا. منتخب المغرب الشقيق اللي بيواصل الابهار بعد ما تصدر مجموعته في الدور الاول وكسب اسبانيا، يعني خلاص هو رد على كل الناس، انا مش ماشيه معايا باي لك او مش ماشيه بالحظ، لا انا منتخب مجتهد، منتخب بجاهد، عندي مجموعه من اللعيبه المتميزين جدا في الملاعب الاوروبيه، والبطوله دي الحقيقه هتفرق جدا كمان مع لعيبه المنتخب المغرب واللعيبه المغاربه بشكل عام في الفتره اللي جايه. صحيح، هيبقوا مطلوبين في اوروبا بشكل كبير، لان بقى في سبوت كبير على المنتخب ده منتخب قوي جدا، منتخب مميز. فدي برضو كانت نتيجه مفاجاه. البرتغال كانت اغلب الترشيحات زي ماتش اسبانيا قبلها في صالح المنتخب البرتغالي طبعا بنجمه الكبير كريستيانو رونالدو اللي دموعه كانت حديث العالم امبارح. تقريبا المونديال خلاص يعني بنسبه كبيره، هو حتى الان ما اعلنش الاعتزال دوليا، ولكن ده قرار منتظر يعني الفتره الجايه. وان كنت وجهه نظري اعتقد ان كريستيانو رونالدو هياخد امم اوروبا 2023 اللي جايه في شهر يونيو، هيلعب البطوله دي. شخصيه رونالدو والكاريزما بتاعته ودماغه بتقول انه لا انا ما اطلعش كده، لازم اسيب بصمه، لازم اسيب انجاز. فاعتقادي انه لسه هيكمل. بنديله الصحه. 37 سنه طبعا. نجم كبير يا كابتن، نجم كبير. انا طبعًا. يعني نجم كبير جدا. الانتقادات والناس اللي بتهاجم بتحاول تقول انه يعني مش هو رونالدو والبطوله، مش هو، بس لا تنسى من هو رونالدو. رونالدو تاريخ كبير جدا في تاريخ كره القدم، ما فعله في حياته الحقيقه ارقام قياسيه. نعم، ده هي ارقام قياسيه كبيره جدا. هداف التاريخ لدوري الابطال. راجل هداف تاريخ لكره القدم بشكل عام، يعني تجاوز ال 700 هدف في مسيرته، محدش هيوصل للكلام ده خالص على اعتقادي. يعني صحيح، فانجاز كبير جدا لرونالدو. رونالدو لسه بقى هو المنتظر دلوقتي، حقبه ما بعد رونالدو زي ما الصحافه البرتغاليه بتتساءل النهارده هيبقى فيها ايه؟ يعني هل تشكيل المنتخب هيتغير؟ هل هيعمل ايه بيبي 40 سنه؟ هل هيستبعده؟ فرناندو سانتوس نفسه المدرب العجوز هيكمل ولا هيبقى ايه؟ هو سانتوس نفسه قال لك انا مش هقدر اكمل. يعني فهو دلوقتي في تساؤلات كتير في البرتغال، زي ما بيحصل عندنا مثلا منتخب خسر او منتخب طلع او كذا، ايه اللي هيحصل الجاي؟ لسه في غموض حوالين القصه دي. المباراة لو دخلنا المباراة فرنسا وانجلترا، القمة اللي كنا مستنيينها طبعا زي ما حضرتك قلت، فوز تاريخي لفرنسا، لان غالبا انجلترا بتقدر تتفوق في المواجهات القارية الكبيرة اللي بينهم، المواجهات العالمية الكبيرة والمواجهات الاقصائية، يعني المواجهات الاقصائية بالظبط، بتتغلب على فرنسا. فكانت مفاجأة، وكانت يعني الضربة جت من القائد الامل اللي واخد لقب سير عندهم، النجم الكبير هاري كين، انه كان يجيب يعني كانت ايه. انا كنت معتقد